السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن واحدة من أفضل الجيمينج مادر بورد الموجودة حاليا بالسوق، واللي هي مثل ما شايفين هي الجي 1 أساسين 2. الجي 1 أساسين 2 هي طبعا تتبع تندرج تحت الجيجا بايت مادر بورد جي 1 كيلر، وهي أعلى فئة موجودة فيها. مثل ما نتذكر في الجي 1 سنايبر والجي 1 غوريلا، طبعا جي 1 أساسين 2 هي أعلى فئة فيهم. الجي 1 أساسين 2 تدعم الانتل جيبسيت الجديدة X79، واللي طبعا X79 هي تجي بسوكت 2011. شو اللي بيميز الجي 1 أساسين عن باقي المادر بورد كجيمينج؟ لأنه هي بكل بساطة فيها كل الأوبشن وكل الخيارات التكنولوجيز الجديدة اللي بتأدي تعطينا أحسن أداء وأحسن بيرفورمانس في الجيم. يعني مثلا حطوا علي الـ CPU Network اللي هو الكيلر الـ E2100، طبعا مصنع من شركة اسمها Bigfoot، ومدعومة بمعالج صوت احترافي من شركة Creative اللي هي الشيبسيت 20K2 Sound Blaster X5 Digital Audio. هذه الشيبسيت مدعومة باثنين تكنولوجي اللي هي X5 Extreme Fidelity والـ EX High Definition 5.0. طبعا هذا الشيبسيت ساوند البروفيشنال بينعكس على الجيم من حيث الصفاء ونقاء الصوت والمؤثرات تبعون الجيم. في ميزة كتير حلوة اللي هي الكارت اللي بيأمن لنا البلوتوث والواي فاي. طبعا هذا طبعا كلهم بيجي مع الشيبسيت الانتل X5 79 بلوتوث 4 وواي فاي الـ 802.11n اللي هو الوايرلس N. الشيء السبيشال بالجي 1 أساسين 2 مثل ما شايفين هو الـ 3D Power والـ 3D BIOS. هذا اللي بيميز الجي 1 أساسين 2 عن المادر بورد اللي قبله. 3D Power طبعا هو كلهم هذول عبارة عن Tool أو Application موجودة بالدرايف بطريقة 3D. شو الفائدة منهم؟ 3D Power تتحكم لنا بالكيف نوصل الطاقة للCPU ولا السلوتس تبعون الميموري. 3D BIOS طريقة أسهل للتحكم بالبايوس. طبعاً تتذكر كنا الموجودين قبل التاتش بايوس، هلا صار عندنا بروجرام أسهل، تول أسهل هي 3D. 3D BIOS بيعتمد على دول بايوس هو UEFI. من ناحية الثانية من الكرتون نشوف حكينا عنهم أكثر شوي. مثل ما أنا 3D Power بيتحكم بإيصال الطاقة للCPU ولا 2 Memories Controller عن طريق 3 أبعاد أساسية اللي هي الفولتاج والفيس والفريكونسي. الفيس والفولتاج بيتحكموا بإيصال الطاقة للCPU، الفريكونسي المقدرة من خلالها نتحكم بالميموري وكيف نتحكم بالفريكوانسي تبعه. طبعا هلا خلينا نفتح الكرتون. نشوف هلا شوف المكونات والاكسسوارز اللي جاي. هاي بوستر جي 1 كيلر، البوليتس حلوين، هاي البوستر الثاني نفس القديم، أوقات الجيم يعني. نجي على الأكسسوارز اللي جوا. أهم شيء مثل ما قلنا الكارت اللي هو الـ PCI اللي بيعطينا البلوتوث، واللي بيعطينا بلوتوث 4 بيعطينا الوايرلس إن عن طريق أنتين وصلوا هون ونوصلوا هون. هاي خلصنا منه. البريدجز كروس فاير بريدج 2، SLI بريدج لاثنين VGA، والتريبل بريدج اذا بدنا نوصل الثلاثه VGA. هلا بنحكي كل هاي بالتفصيل عن المادر بورد. فرونت كنترول بانل، فرونت سايد ل USB 3 اضافيه غير ال USB 3 الموجوده بالاشياء الخلفيه. داتا كيبل وصلات الساتا بالهارت،
SATA 2 SATA 3 وهي دي داتا يو اس بي باور كيبل لحتى نقدر نوصل الكارت البي سي اي ونشغله بيأمن لنا بلوتوث يأمن لنا وايرلس. طبعا هيدا المينيو او البروشور للدرايفرز وحاطينا سي دي تاني درايفرز هو الجي سي واي فاي لحتى نعرف البي سي اي اللي حكينا عنه. طبعا هيدا البيكتشر اشرح لنا بالتفصيل وهيدا اللي بنحطها بالاخير لما بنركب الكيس جيجا بايت لوجو وهيك بكون خلصنا. هاي المذر بورد بعد ما فكيناها طبعا شكلها كتير شبيه بالجي 1 اساسين 1. الكولينج سيستم مثل ما شايفين جيمينج ديزاين كتير فعال وكتير قوي دائما بحافظ على البروده. هاي انا بيب التبريد على شكل جان مثل ما قلنا. الميموري عندنا 4 سلوت كواد شانل. طبعا هيدي الميموري بتعمل هذا السلوت بتعملنا اب تو 32 جيجا بايت طبعا بشرط يكون عندنا 8 جيجا بير سلوت. تاخذ ترددات ابتداء من 1066 ميجا هرتز 1833 الهايبر 1600 1866 وال 2100. من الاعلى بشوف عندنا هون ال 8 pins connectors هذول وصلات الطاقه 24 pins ATX connectors USB 3 front side connectors اي كيس بيدعم USB 3 من الجهه الاماميه بتوصل هون. بالنسبه للساتا عندنا 2 ساتا بورت ساتا 3 6 جيجا بايت بير سكند ترانسفير داتا. عندنا 2 بورت زائد 2 بورت يعني 4 بورت ساتا 2 3 جيجا بايت بير سكند ترانسفير داتا. وعندنا هون 2 ساتا 3 كمان بورت 2 بورت ساتا 3 6 جيجا بايت بير سكند ترانسفير للداتا. طبعا هدول بيتبعوا لكنترولر اسمه المارفل. هون بنشوف كمان فرونت بانل كونكترز للازرار الاماميه بالكيس ريستارت والشت داون. عندنا هون اكثر من فرونت بانل اليو اس بي 2 1 2 3 طبعا نقدر من خلاله نستفيد اذا بدنا نشحن ايباد بدنا نشحن ايفون نقدر نستفيد من 3 بورت. عندنا هون الكونكترز للاوديو فرونت بانل اوديو كونكتر. نوصل على جهة اليمين نحكي شوي عن البي سي اي اكسبرس. طبعا مثل ما شايفين عندنا 3 شانل بي سي اي اكسبرس بيدعموا 3 واي اس ال اي او 3 واي للكروس فاير. لو حاولنا نسوي دول كور كونفيجريشن يعني لو حاولنا نحط لنا 2 كارت شاشه فهذا بيعطينا 16x وهذا بيعطينا 16x. لو حاولنا نسوي 3 باي طريقه كان كروس فاير ولا اس ال اي 16x 8x 8x. عندنا هون البي سي اي النورمال طبعا عنده كثير استخدامات ساوند كارد ديجيتال كارد. هون الشيبسيت اللي حكينا عنها اللي هي من كرياتيف اللي هي ال 20K2. عندنا هون كاباسيترز ضخمين بروفيشنال هدول هن اللي بيعطونا الهاي كواليتي ساوند. طبعا مع طبعا لما بنستخدم بروفيشنال او هاي اند سبيكرز او هاي اند هيدفونز هدول بيعطونا كتير بيلعبوا دور كبير بصفاوه الصوت ونقاء الصوت وخاصه في الجيم. نشوف هون الكيلر ال E2100 اللي هي السي بي يو تبع الجيم. سيتون احكي شغلتين عندنا الدول بايوس اللي حكينا عنه تبعون ال 3 دي بايوس. نشوف هون الجهة الخلفية عندنا الـ PS2 كومبو للكيبورد وللماوس USB 2 بورت 1 2 3 4 5 6 7 8 USB بورت USB 2.0 USB 3.0 عندنا 2 بورت. هون في عندنا شغلات جديدة طبعا بتتعلق بالبايوس هي الـ OC طبعا هذا Overclock One Touch Button. هون نرفع جهد المعالج بهذه الطريقة هذا الزر Switchable Selector BIOS نقدر نتغير من إعدادات البايوس من طريقة هذا الزر. هون بنعمل Restart للسيموس SMOS للبايوس عن طريق هذا الزر لصف. طبعا عندنا eSATA 2 2 بورت عندنا eSATA 3 كمان 2 بورت وهون عندنا الإيثرنت بورت المتعلقة بالنتورك chipset اللي هي الكيلر E2100 والاوتبوت ساوند 7.1 البروفيشنال من كارير. بالنسبه للكولينج والتبريد حتى حسبوا حساب الجيجا بايت عملوا لنا 5 نقدر نوصل 5 فان عن طريق هاي المذر بورد. طبعا في كتير كيس تدعم
انه يعني يكون فيها اكثر من فان، ممكن ثلاثة ممكن اربعة فان. نشوف هون عندنا 4 pin headers للسي بي يو لمروحة المعالج. للفان بنوصلها بالكيس، عندنا هون pin headers واحد، شوفوا هون عندنا اثنين فان 2 فان 3 وفان 4. عندنا هون 8 فيس باور مراحل تزويد المعالج بالطاقة. وهيك تقريبا بنكون حكينا عن اغلب ميزات هاي المذربورد. المذربورد قوية جدا تدعم الجيم، توفر بمعرضنا البيسي تايم عصر الكمبيوتر بعروم وشارع خالد مواليد في جدة والعليا والرياض. ما تنسوا تعملونا سبسكرايب على اليوتيوب وتابعونا على الفيسبوك وعلى تويتر، وشكرا والسلام عليكم.